السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السنة الماضية نشرت لكم فيديو حول الحجاز المحلي أو الحجاز البري. اليوم إن شاء الله سوف أتحدث لكم عن كذلك التفاح المحلي. هذا نوع من التفاح أشجاره تنمو قد تصل إلى 10 أو 15 مترا، وكذلك هذا النوع من التفاح ينتج كمية كبيرة، وهو تفاح محلي أشجاره يكون حجمها مثل أشجار التين أو أشجار الرمان. إذن وأنتم تشاهدون هذه الشجرة، لو اقتربنا من الأسفل هي أمامكم، لاحظ إذن وهذه الشجرة قد يصل ارتفاعها إلى حدود 15 مترا، وهذا التفاح تفاح محلي جزائري أصلي. إذن كما تلاحظون هاي الثمار ما شاء الله. موعد نضجه هو نهاية الشهر الثامن وبداية الشهر التاسع، أي نضجه يكون في فصل الخريف. إذن كما تلاحظون هاي الشجرة أمامكم ارتفاعها حوالي 6 أمتار وقد تصل إلى 15 مترا، مثلها مثل الإيجاص المحلي نشرت لكم حوله فيديو في السنة الماضية. وهذه الأشجار تقريبا أصبحت نادرة، ففي منطقة الظهرة يوجد حوالي 3 أشجار فقط هذه الشجرة، ويوجد شجرتين أخريتين. حتى من حيث الإنتاج هذا التفاح يأخر في عملية الإزهار، فالتفاح دائما يظهر في الشهر الثالث. هذا النوع من التفاح يتأخر، فالإزهار يكون تقريبا في نهاية الشهر الرابع، وبذلك النضج كذلك يتأخر. وحتى الثمار يعطي كمية هائلة خصوصا في السنوات الممطرة. ها هو ثمره عن قرب، هاي الثمر كما تلاحظون. هذه الأشجار تتأقلم مع البيئة الجبلية أو البيئة المحلية. في هذه الأيام بمنطقة الظهرة درجة الحرارة تتجاوز 46 درجة مئوية، وهناك التيارات ساخنة، ولكن لو اقتربنا من هذه الأشجار نلاحظ أنها لم تتأثر بهذه التيارات. وها هي الأوراق أمامكم، لو اقتربنا من الأوراق ها هي الأوراق أمامكم. حتى هذه التيارات الساخنة لم تؤثر على هذه الأشجار. النمو الخضري ما شاء الله. أما بخصوص الثمار فهي تكون متوسطة الحجم وذات لون أصفر، وتصدر رائحة مميزة عندما ينضج هذا التفاح. عندما تقترب من الشجرة تشم رائحة جذابة أو رائحة مميزة. كذلك حتى الثمار تكون عبارة عن عناقيد، لو لاحظنا جيدا لاحظ الثمار تكون عبارة عن عناقيد، 6 حبات 7 حبات أو 6 ثمرات 7 ثمرات في البرعومة الواحدة. الثمار موجودة حتى في قمة الشجرة، ها هي قمة الشجرة الثمار موجودة. إذا بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهرة في إحياء نكون انتهينا من فيديو اليوم. رجاء منكم اشتراك القناة، تفعيل الجرس، الضغط على جيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.